لأول مرة في المملكة العربية السعودية الطبيب والكاتب ديباك تشوبرا البروفيسور والمحاضر بكلية كولومبيا لإدارة الأعمال وجامعة كاليفورنيا بكلية الطب. ألفت تشوبرا أكثر من 85 كتاب، ترجمت لأكثر من 43 لغة، وقد صنفت مجلة تايم الأمريكية بأنه أحد أبطال ورموز القرن الماضي، وقد صنف كتابه روح القيادة كأحد أفضل 5 كتب مختصة بتطوير حياتك المهنية. كما حصل دكتور تشوبرا على جائزة أينشتاين الإنسانية، وتم تصنيفه في المرتبة 17 كأحد أكثر المفكرين تأثيراً والأول في عالم الطب حسب صحيفة الهافينغتون بوست. دكتور تشوبرا يزور الرياض لتقديم ورشتي عمل بعنوان روح القيادة ومستقبل صحي وناجح في يومين 5 و 6 مايو 2017 بقاعة أبيكس بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. الورش ستقدم للرجال والنساء فوق عمر 16 سنة. احصل على تذكرتك الآن من موقع لمّة.